تعليق على حضرتك في موضوعها مره تانية. كنت بتكلم فيها مع سياده النائب مصطفى الجندي، وكنا نجدد الترحيب مره تانية. سياده النائب، انا فاضل لي 7 دقائق هستثمرهم، بقى هبقى مستثمر جدا في الوقت، ولا 8 دقائق حتى. اهميه وصول النائب المصري الى منصب او الى مهمه رئيس برلمان عموم افريقيا. طبعا هو منصب مهم جدا، لان انت بترأس برلمانات عموم افريقيا. عندك 5 نواب من كل برلمان في افريقيا موجودين، وبيكونوا نواب تقايل يعني دولتهم بعتها، بيبقوا رؤساء لكيان. عندنا مثلا نائب رئيس برلمان الجزائر، زعيم كتلة الأغلبية في الجزائر، زعيم المستقلين مثلا في الجزائر، في رؤساء لجان دفاع أمن قومي. إذن عندك مساحة كبيرة جدا، كل النواب موجودة، كل الدول موجودة. وجودك داخله ونجاحك في عملك ان انت تقرب الناس من بعض، ان انت تبتدي تعمل فعلا، يعني انا قلت لهم حاجة من الحاجات، ان احنا هنبتدي نعمل جلسات كتير خارج جنوب افريقيا والمقر في جنوب افريقيا، يبقى مره في جنوب افريقيا ومره في احدى الدول حتى يستطيع الافارقه ان يتعرفوا على بعض. مش معقوله ان الافارقه بتتعارك مع بعض على اساس ده بيتحدث بالفرنسيه وده بيتحدث بالانجليزيه. انا قلت لهم يا جماعه دي لغه استعماريه، فمش معقوله ان الاستعمار حتى بعد ما مشي سابنا من الخانق اكننا انجلترا وفرنسا، وبالتالي احنا عايزين اللغه السواحيلي تتنمى اكتر، عايزين نعمل قوانين يا يوسف تمنع من خروج المواد الاوليه من افريقيا من غير تصنيع، عايزين نتكلم مع اوروبا ومع الغرب على سنين اللي حقنا في ثرواتنا اللي راحت. انت فاكر برلسكوني كان قاعد مع معمر القذافي وتم الاعتذار رسمي عن سنين وتم تعويض وبعد كده تمت مشاركه. اذا نحن نريد المشاركه، ولكن لا نريد ان يقال ان افريقيا هي اغنى القارات وافقر القارات. هذه سبه في جبين افريقيا وفي جبين كل افريقي. وبالتالي احنا النهارده وجودنا مهم جدا، وجود مصر مهم جدا يوسف. انا النهارده كنت مجتمع اجتماعات كثيره مع الخارجيه ومع جهات المصريه بنتكلم ان احنا ان شاء الرحمن رايحين فريق. دي مش مصطفى، مصطفى ممكن يبقى راس حربه، لكن انت معاك فريق كامل من 11 لعيبة هتنزل وكوتش ولازم تكسب ولازم تنجح، ومكسبك ونجاحك ان انت تلم الافارقه، تمنع الحروب الاهليه اللي موجوده، بان انت تزيد الاستثمارات في مناطق الحروب، ان انت تساعد كل هذه الدول ان هي يبقى عندها اكاديميز ضد الارهاب، ان الازهر ياخد مجاله في افريقيا لمحاربه بوكو حرام بالفكر الى جانب الجيش والشرطه وخبراتهم. عندنا حاجات كتير نديها، عندنا رئيس جمهوريتنا هيبقى رئيس الاتحاد الافريقي يوسف في 2019. لو احنا في نفس الوقت ويانا البرلمان الافريقي بقى عندنا 2 أورجن مهمين جدا جوه الاتحاد الافريقي. في الجسد الافريقي هيبقى عندك 2 مهمين جدا، الرئاسه والبرلمان. هناك الكثير يا يوسف ممكن نعمله، ان ما ينفعش ان افريقيا النهارده مليانه بالقواعد العسكريه يا يوسف الغربيه، ده ضد الاتحاد الافريقي وفكر الاتحاد الافريقي. ازاي نقوي الاتحاد الافريقي والقوى الافريقيه ان هي تبقى هي اساس سلم بدون تداخلات خارجيه، ضد مبدا السياده والكبرياء اللي بيعمل الاتحاد. طبعا ومصر اخذت مواقف مع بوروندي، اخذت مواقف وكانت مواقف قويه جدا. الافارقه النهارده بيقولوها انتوا عملتوا معانا، بوروندي بتقول انتوا عملتوا معانا، ما حدش عمله معانا، انتوا انقذتوا بلدنا. مصر مهمه، مش مصطفى يوسف، دي مصر. البوست ده مصر. مصطفى ممكن يبقى مصري، ولكن المسؤوليه ولما هيجي وينتخبوا هينتخبوا مصر وامكانيات مصر ورئيس مصر وجيش مصر وجامعات مصر ودكاتره مصر، هينتخبوا مصر.